بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان الاسم المقصور. بداية تعالوا نتعرف على تعريف الاسم المقصور. الاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، يرفع وينصب ويجر لكن بحركات مقدرة. زي ما نقول جاء مصطفى، مصطفى هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. ونقول احترم هدى، هدى هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وأقول ذهبت للمستشفى، المستشفى هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. طب تثنيته، طيب تثنية الاسم المقصور وجمعه جمعا مؤنثا سالما. لو كانت الألف بتاعت الاسم المقصور ثالثة، يعني هي الحرف الثالث، وبتكتب ألف تقلب إلى واو، زي ما نقول عصا مثناها عصوان أو عصوين وجمعها المؤنث عصوات. أما لو كانت الألف بتكتب ياء، يعني كانت برضو ثالثة وتكتب ياء، فبتظل كما هي ياء. فأقول هدى مثناها هديان أو هديين وجمعها المؤنث هديات. أما لو كانت الألف رابعة، يعني هي الحرف الرابع فأكثر، تقلب على طول ياء. فأقول كبرى مثناها كبريان أو كبريين وجمعها المؤنث كبريات. أما بالنسبة لجمع الاسم المقصور جمعا مذكرا سالما، لما نيجي نجمعه جمع مذكر سالم تحذف ألفه. فأقول مصطفى، يبقى جمعها المذكر مصطفون أو مصطفين، ومرتجى جمعها المذكر السالم مرتجون أو مرتجين، والأعلى جمعها الأعلون أو الأعلين. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.